ان شاء الله كل اسبوع كاس نحتفل بيه هنا وبطوله نحتفل بيها هنا، ومفيش حاجه حلوه للاهلي او انتصار للاهلي مش هيكون موجود هنا. في كل اللعبات بقى، باسكت، فولي، هاندبول، سباحه، بلياردو، اي لعبه من اللعبات، جمباز، اي لعبه من اللعبات هتكون موجوده هنا. النهارده معايا الحقيقه بطلات وبطل الحقيقه التصفيات الافريقيه اللي مؤهله للنهائي، ودي بكاس زي ما حضراتكم شفتوا كده وبجداره واستحقاق. كان 11 فريق موجود في التصفيات، منهم بطل تنزانيا، بروندي، اوغندا، تنزانيا تاني، وبطل كينيا، وبطل رواندا، وفازوا في كل اللقاءات. اول مباراه على فيجانا التنزاني 145-52، على يانج سيسترز البروندي 134-35، على جي كي ال الاوغندي 161، على فيجانا التنزاني 130-47، على هيئه المواني الكيني 104-63 في السيمي فاينال، وفي الفاينال على ار اي جي، مش ار بي جي، ار اي جي الرواندي 93-68. القائمه العظيمه: دينا عمرو، نادين سلعاوي، رنيم الجداوي، ريم موسى، رضوى محمد، فريده وائل، ميرال اشرف، يارا اسامه، جايده خالد، تمارا نادر، نديوما كان، وباولينا هيرسل. اما الجهاز فكابتن طارق خيري، كابتن ماجد فوزي، كابتن كريم عبد المنعم، كابتن علياء محمود جمال، دول من مدير فني الى مدرب، كابتن محمد الشرباجي محلل تقني، كابتن نجاح ربيع دي اداريه، دكتوره مروه الحسيني، ودكتوره مي مامون القاضي، دي اخصائيه تاهيل نفسي، حلو ده، ودكتوره فاطمه برعي اخصائيه علاج طبيعي، كابتن سعد ابو اليزيد مدرب لياقه، كابتن ايمان جمال احمد مدلكه او مساج. كابتن طارق خيري منورنا حبيبي. حبيبي يا كابتن احمد، وحشني. انت اللي منورني. اخبارك ايه؟ والله الحمد لله. الف الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. نادين، ازيك؟ هاو ار يو؟ ار يو فاين؟ ار يو جود؟ سبيك انجلش ويل؟ منوره نادين، ازيك؟ بنورك، اخبارك ايه؟ كله حلو، كله حلو. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك. شكرا. ميرال، عامله ايه؟ الحمد لله. شكلها كسوفه بتاعتكم. لا لا، هي دلوقتي هتفك بعد شويه كده، وقت النوم بتاعها. ازيك يا ميرال؟ الحمد لله. ازي حضرتك؟ مبروك كاستيلو، صح؟ اه هي خطوبه ولا جواز؟ لا، خطوبه. خطوبه، ده نجمنا في الهاندبول طبعا، خطيب مرة. خلينا نبدا بالكابتن طارق. الحقيقه تاهل رائع، نتائج عاليه، وانتصارات كبيره جدا جدا. اعتقد اول مره، طبعا نسيت اقول خالد العوضي، ما كنتش هخلص. خالد العوضي، يا نهار ابيض، خالد العوضي صديق حبيبي يعني، عشت العمر يعني، وابو زمر كمان، حارس مرمى يعني. بطوله كان النتائج حلوه، نتائج عاليه جدا يعني، لكن 11 فريق لاول مره في التصفيات، يمكن ده شويه كان مخلي المأمورية بالنسبه لك فيها نوع من انواع الغموض يعني. دي حقيقه. لا، البطوله غامضه طبعا، احنا اول مره نشارك في تصفيات، ما نعرفش حتى مستوى الفرق عامل ازاي، مش عارف خالص. ترتيب عشان 11 فرقه او دي اول مره تحصل فعلا. قسموها ثلاث مجاميع باعلى سكور. يعني اللي ياخد اول يترتب من 1 لـ 8. يعني مثلا هياخد الاول في كل مجموعه، ايوه، ويحطهم اول تاني تالت. فبقى كل فرق بتتصارع مين يعمل اعلى سكور عشان ياخد اول. احنا كان اول يوم بالنسبه لنا احنا كجهاز فني، كان هو اتفرجنا على كل الماتشات ومحددين اتجاهنا رايح فين. هو ده كان الفيصل بالنسبه لنا. نعم. انما الحمد لله البنات كانوا رجاله. ما بحبش البنات الرجاله دي. لا لا، قول على قد المسؤوليه. قول له بقى شويه. البنات كانوا جدعان يعني. يقول لك يا واحد بيعلق لي على ماتش كوره، يقول لك يا ولد يا ولد، ايه بنت قدامي؟ لا يا بنت يا جدع. لا لا، رجاله. البنات لا، البنات كانوا جدعان. اقوى من البنات شويتين رجاله. خلاص، لو انتوا رايحين انا ماليش دعوه. وحوش. انا دافعت. كانوا وحوش. حلوه. وحوش حلوه دي. كان قدوا المسؤوليه وقعدنا معاهم في اول يوم ان الميتنج الفني، قالوا الاول باعلى سكور. نعم. لما اتفرجنا على الفرق لقينا فرقتين رواندا فرقتين محترمين جدا. كل فرقه جايبه معاها 4 محترفات فعلا. فرقه كينيا الكي بي اي تقريبا برضو معاها 4 محترفات. فالبطوله بقت صعبه، وبياخدوا اول وتاني. احنا عرفنا التالت دي في اخر ماتش في البطوله. فكان لازم يبقى في اعلى سكور. وعايزين نودي فرقتين رواندا مع بعض في الدور قبل النهائي. اوكي، مشي قبلونا. حلو، والحمد لله. مشي في الاتجاه اللي احنا عايزينه يعني. طيب،
خليني اسالك، اللعب كل يوم يا نادين ده امر صعب؟ اه طبعا فعلا. اه كمان الاجواء كانت صعبه قوي، الرطوبه كانت عاليه جدا هناك، والصاله ما فيهاش مكيفه ولا مروحه حتى والله. في مروح شغاله كده مانوال، كان الموضوع صعب قوي الصراحه، يعني الجو كان صعب قوي. يمكن يعني الصراحه الجهاز الفني ساعدنا فيه شويه، ان احنا قبل ما نسافر واحنا في معسكر الاعداد هنا في مصر اتمرن بكمامات ومن غير تكييف. اه والله، عشان بس نحاول يبقى سرعه الاداء بس هناك لما نروح نوصل يعني زنجبار الموضوع يبقى احسن. حلوه الفكره دي. وصراحه ده ساعدنا كتير، بس يعني اول يومين كانت دعيم عشان تقدر تنافس الفرق اللي موجوده. السنغال اقوياء في الباسكت البنات الفتره اللي فاتت دي، منتخبهم منتخبات قويه جدا، والفرقه اللي منظمه البطوله خدت 90% من المنتخب. ياه. غير اربع محترفات. ضمهم عشان البطوله. ضمهم عشان البطوله. هم كانوا محترفين يعني. واحده محترفه في لبنان. واحده محترفه في فرنسا. فنشوا لبنان هايل كمان. فنشوا هناك. فراحوا هناك لاعبات محليات. اوكي. مش محسوبه محترفين. صح. فبقى دي صعوبه الموضوع، انه في السنغال كمان. انما احنا الحمد لله رب العالمين فرقه. هينضموا امتى بقى؟ لانه الوقت قريب. 15. احنا بكره 15. ان شاء الله هناخد قرار. بكره هتاخدوا قرار. استقريتوا يعني على اسماء. في اربعه او خمسه هنتفرج عليهم بكره في النادي. الجهاز مع رامي بكر مدير التعاقدات دلوقتي مع كابتن خالد العواطي ان استقر عشان الوقت. جميل. هسالك سؤال وتجاوبيني بصراحه. يعني انتوا بتبقوا تيم مع بعض وحافظين بعض كل شويه بيدخل عليكم حد اجنبي، ده بيضايقكم شويه ولا شايفينه ده بروفيشنال وعادي يعني؟ لا خالص، يعني بالنسبه لنا بنشوف ان احنا يعني ده حاجه بروفيشنال. هما برضو بيبقى في منهم ناس بتبقى اكبر مننا، يعني باولينا دي عندها 30 سنه، فدي بتدينا خبرات، يعني بقى لها 7 سنين بتلعب محترفه بره. فهم يعني بنساعد بعض، هما بيساعدونا زي ما قلت لحضرتك، واحنا كمان بنقدر يعني نساعدهم بشيء ما. يعني قصتك مع الباسكت معروفه يعني من زمن الزمن والاسره، لكن عايز اعرف قصتك انت يا امران مع الباسكت بدات ازاي؟ ضمتي الاهلي ازاي؟ لعبت فين؟ القصه كانت عامله ازاي؟ انا بدات باسكت وانا عندي 5 سنين. ما شاء الله. كنت بلعب في نادي الشمس. وبعد كده سافرت. نادي الشمس ده ولاد في كل اللعبات ما شاء الله، حاجه جميله. واسامه ابو زيد عامل شغل هايل هناك. ايوه. بعد كده سافرت امريكا 4 سنين دراسه ولعب. وبعد كده رجعت ورحت لنادي الاهلي. حلو قوي. يعني دي ثالث سنه ليا في نادي الاهلي. ايه اللي جابك بقى على النادي الاهلي؟ هو انا من زمان كان نفسي اجي النادي الاهلي، ودي كمان كانت رغبه والدي الله يرحمه. فعلا. كان حابب ان انت تيجي النادي الاهلي. فلما جه النادي الاهلي فرحتي. مين اول حد كلمك عشان تيجي النادي الاهلي؟ كابتن طارق. اول لما رجعت من السفر كلمني. كنت مراقبها متابعينها. انا متابعها من وهي في 18 سنه بتلعب منتخب. شكلها صغير قوي. 18 سنه هي 18 سنه هي ما نزلتش على 18 سنه. تحت 18 من سنه يعني. هو في عند 25. انا كبيره دلوقتي. كام سنه؟ من سنه. 25. بجد والله؟ لا خلاص، هم 18 سنه. هم 18 زادت سنه. ما شاء الله. انا متابعها من وهي بتلعب بطوله افريقيا في مصر هي تحت 18. لحد ما احنا بقى بنسال مين الناس اللي مسافره اللي ممكن يخلصوا جامعه. هي لعيبه ملتزمه مميزه، وحش زي ما بيقولوا يعني، راجل يعني. بلاش يا عم الراجل دي يا عم، قلنا وحش بقى بحاجه غريبه جدا. وحش. وانا بحب النوعيه دي. هي ملتزمه جدا واضافه طبعا لينا، وكنا في صراع ما بيننا وبين سبورتنج عالمين. والله سبورتنج عالمين في الباسكت. هي رغبه باباها هي اللي حسمت الامور. ما شاء الله. واضح انه اهلاوي شديد. لا زملكاوي تقريبا. اهلاوي ولا زملكاوي؟ لا زملكاوي. بس بقى كان عايزك اهلي. لا بس خلاص جيت انت الاهلي بقى اهلاوي ولا لسه ستيل زملكاوي؟ الله يرحمه بقى. الله يرحمه. ربنا يرحمه. انا متاسف انت قلتي في البدايه. طيب نادين مشهوره بالثلاثيات. ايه بقى الماتشات المكهربه المعقربه؟ تعرف في حاجات كده يبقى عندنا زمان لعيب يوم جاي تريك خبط لك واحده من اخر الدنيا جون نكسب بيه. شفتها في الدوري في ماتشات كتير، وماتشات كانت مكهربه، وشفتك عيني وانت واقف على الخط. وانا على فكره انا لا بستحمل اتفرج على ماتشات سله ولا فولي ولا بول. والله الماتشات اللي بنط دي انا ما بقدرش اتفرج عليها. عارف. احكي لي بقى يعني، قول لي كده، هسالها على اتقانها للسيرشات جه ازاي، بس عايز يعني الماتش اللي نادين خلصته لك بثلاثيه او اثنين. ده ماتش انا مطرود فيه. ماتش الفاينل الدوري الجيم الثاني جيم 2 كان سموحه ولا سبورتنج؟ كان سبورتنج فاينل الدوري السنه اللي فاتت. ده كان ضاع. ده لا الحمد لله كسبانين 1-0 ولاعبين في الثاني. وانا من نص الكوارتر الثاني
خدت 2 تكنيكال فاول فاضطردت من المباراه. جايبه 39 بونت بسم الله ما شاء الله ما شاء الله، منهم 7 ثلاثيات. يعني 21 بونت. جايبه 20 بونت. ناس من بلد نصين. هي سبحان الله، هي موهبه. هي بالفطره هدافه. بالفطره هي كده موهوبه، عندها سنس على الحلقه غير طبيعي، عندها نسب 3 بوينت غير طبيعي، عندها التطور اللي عندها الجديد ان هي كمان بتلعب من تحت الحلقه. يعني تعمل سكند اوفنس، تدخل ليها بشمال. ده التطور اللي بالنسبه لها، انما هي موهوبه في الكاسكور، بتحب الحلقه. في ناس كده تحب زي الكوره كده، واحد بيحب الجون، بيحب يعرف يجيب جوان. هي من النوعيه دي ما شاء الله. هو انا كنت شايف لك تحدي بينك وبين ايهاب امين، صح ولا انا غلطان؟ انا امبارح اتخرب بيتي، اديت مكافئات للفريق الاخراج، كل واحد منهم خد جنيه بعد الحلقه كتير قوي كده، هم ثلاثه. فمن ساعتها احنا في حاله نفسيه سيئه، بس النهارده بقى بوعدهم الجنيه هيزيد لخمسة جنيه لو عرفتوا تجيبوا لنا التحدي بتاع نادين وايهاب. ماشي، في كذا واحد. طيب خلاص، انت خسرتيني كده. يعني بساعدهم بغششهم. احكي لي بقى، كان لذيذ جدا، هتفرج عليها السوشيال ميديا وانا مستمتع. احكي لي شويه على التحدي ده. اصلا الثلاثيات هي بتبقى تدريب ولا بتبقى موهبه؟ يعني انا خلي بالك انا عاشق لستيف كيري. بجد؟ يعني انا بشجع جولدن ستيت ويريرز عشان المجنون ده. ايوه لا ليبرون جيمس بقى ولا كينيدي ولا كلي لا 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 لا، ده بالنسبه لي ميسي. لا 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 لا، هو ممتع وهو مصاب دلوقتي، فانا ما بتفرجش على الام بي اي لحد ما يرجع. والسنه اللي فاتت ما تابعتش النهائيات لان جولدن ستيت ويريرز ما دخلوش في الثمانيه، في اكتر من كده. فانا الثلاثيات ده، فعندي ايهاب امين، هو وعمرو زهران بالنسبه لي ايقونه، وعمرو الجندي في الرجاله، وحضرتك في الصدق. احكي لي شويه قصه الثلاثيات معاكي، واحكي لي قصه التحدي اللي مع ايهاب. لا، هو الفكره اصلا انا يعني مثلا لغايه وانا تحت 17 سنه اصلا ما كنتش بعرف اشوط كويس خالص. بتهزري؟ والله. وبعدين كان ماسكني كابتن شريف عزمي في المنتخب، وهو اللي قال لي شريف جميل. قال لي انت لو ما تيجيش بتهددي من بره، مش يعني هتتمسكي باسهل، وكل ما بتكبري بتلعبي مع الفرق الاكبر منك الموضوع بيبقى اصعب اكتر. نصيحه مدرب اصلا. ففضل الصراحه معايا السنه دي في المنتخب، كنت متصعده بلعب منتخب تحت 19 سنه. فضل معايا السنه دي كلها بيمرني على الثري بوينتس. بعدين يمكن بقى لما سافرت امريكا كنت بنزل. انت قعدت قد ايه في امريكا؟ 4 سنين. كلها جامعه؟ 4 سنين. هناك بقى اللي هو كل يوم الصبح كده بسم الله الرحمن الرحيم 500 شوطه يعني. والله على الجن كده. صباح الخير. صباح الفل 500. بالليل الفل 500. والله تبقى كده تصبح على خير 500. بالظبط. فنسبتي عليت شويه. وحبيت يعني الموضوع. لا قولي لي التحدي بقى مع ايهاب. احنا كده كل فتره بنشوف حاجه بتعجبنا. يبعتها لي او ابعتها له واقول له يلا ننزل نعملها، نعمل تشالنج ونشوف مين اللي هيكسب. بتبقى تشالنج حقيقيه، مش بتبقى فيك بجد يعني. والله مش فيك. لا يعني بجد بنبقى اللي هو ممكن يعني نتخانق اللي هو انا هكسب ولا انت هتكسب. انت كسبتيه اخر مره؟ يعني صح. كم مره كسبتيه وكم مره كسبتيه؟ مش عارفه. في حاجات لسه ما نزلتش على طول فعلا. عشان قاعده بس. هب جميل. طيب مرار، خلينا اسالك عن بطولة افريقيا بقى نفسها، لانه دايما بيحصل لنا كده أزمة في المباراة النهائية، نص النهائية. كابتن طارق خوفني شوية ان احنا هنلاعب السنغال، والسنغال جايبين فرقة جامدة، انجولا برضو شوية شداد في التوال، برضو شوية في الباسكت في البنات. يعني بتفكر ازاي؟ بتعيشوا ازاي؟ احنا مثلا في الكورة بيجيبوا الفرقة ويحللوا الأداء. كابتن طارق قال لي انتم ما شفتوش اصلا الفرق دي كلها، هل بتقدري بقى تشوفي الفرق اللي هتلعب في الفاينل؟ البطوله نفسها شكلها عامله ازاي معاك؟ بتاع الافريقيا اللي جايه ولا التصفيات؟ اللي فاتت خلاص كل سنه طيبه، ما القصه عنها وهنعمل بيه موجود عندنا خلاص. لا هو احنا بنجهز كويس، كابتن طارق كمان بيبقى واخد يعني احنا بنتمرن كويس طول الفتره اللي فاتت والفتره اللي جايه عشان بطوله افريقيا. نعم. بالنسبه لنا كانت التصفيات دي كانت خطوه عشان ندخل افريقيا. حلو. دخلنا افريقيا. احكي لي بقى بتفكري في افريقيا ازاي؟ لانه احنا مثلا في الكوره بنفضل نقول التاسعه يا اهلي، فيخلص التاسعه، العاشره يا اهلي، تخلص ال11 يا اهلي، جمهور الاهلي ما بيشبعش البطولات انت عارف. ايوه. لا احنا نفسنا اصلا نلعب بطوله افريقيا دي بقالنا كتير قوي، يعني تمام من ساعه ما جيت النادي واحنا كنا بنحاول نخشها. فكل واحده في الفرقه نفسها تلعب البطوله دي ونفسها تكسبها.
احنا ما بنفكرش مين داخل البطوله، احنا كل اللي بنفكر فيه احنا هنبقى عاملين ازاي، احنا مطلوب مننا ايه عشان نأدي كويس وعشان نكسب البطوله دي ايا كان فيها مين. كابتن طارق بيبقى يعني ما شاء الله هو واثق في شغله وواثق فينا، ودي حاجه اللي هو بتدينا ثقه واحنا نازلين الملعب، ما بيبقاش فارق لنا مين قدامنا، المهم ان احنا هنأدي ازاي. فان شاء الله هي البطوله اللي جايه احنا نبقى جاهزين كويس، ونبقى مجهزين كمان الفرق كويس عشان نقدر نكسب البطوله دي. هسالك سؤال وتجاوبني بعد الفاصل، ماشي؟ يعني النقله من تدريب الرجال الى السيدات انا شخصيا استغربتها، يعني انا ايه، انا طارق صاحبي من زمن الزمن يعني، وكنت خايف انك ما توافقش. وبعدين لما دخلت احنا كانت النتائج اتهزت عندنا شويه، كان اظن سبورتنج خد البطوله مرتين ورا بعض على ما اظن يعني، فكانت الدنيا اتهزت شويه. ايه اللي خلاك قبلت التحدي والصعوبات اللي حصلت لك في تدريب فريق البنات؟ نسمع الاجابه من كابتن طارق خيري بعد الفاصل. وحشنا والله يا كابتن. الحقيقه الشغل كله اللي انتم شايفينه ده المركز الاعلامي بتاع الاهلي هو اللي عمله، والكابتن طارق سعيد جدا لانه كانت فيه تغطيه ومتابعه وفريق عمل معاكم من اول يوم لاخر يوم. دي حقيقه. دي حقيقه، دي حقيقة حدث بالنسبه لنا جديد. لو هي البطوله من بدايتها حدث ان يسافر مدير الفريق ومعاه كابتن خالد العوضي مدير نشاط رياضي عشان يامنوا على الفندق كويس قبل ما تسافر بيومين. حلو قوي. دي برده جديده في العاب الصالات، ان وفعلا دي حقيقه. الناس الفرق الاخرى احنا على الجروب بتاع الاتحاد التنزاني الناس بتشتكي الفندق وحش ومفيش اكل. احنا النادي مشكورا بنشكر فيه مجلس الاداره ان هم وافقوا ان احنا نقعد في فندق على حساب النادي بتكلفه اعلى. والله دي حاجه جديده وبنشكرهم، بشكر كابتن خالد عليها لانه قعد يومين بيلفوا هو وكابتن ماجد على اوتيل يريحوا فيه البنات. نعم. دي جديد علينا يعني. خليني بسالك من تدريب الرجال والولاد وخدت نفس التصفيات دي مع الرجال صح؟ مع الولاد 2018 صح؟ 2018 وفي تنزانيا برضه؟ في تنزانيا. إلى بقى نادين ومرال وتمارا وكل الأسماء الجميلة دي. الأول اترددت شوية إنك تقبل؟ أنا اتسألت قبلها بفترة. أيوه. لو مرنت بنات ولا لأ؟ فأنا تحت أمر النادي ما أقدرش أتكلم، حتى قلت لعلي هاشم يعني أنت عارف اللي أنا اتسألت وبتاع. ولما جه بقى موضوع رسمي علي قدم استقالته كلموني كابتن علي هاشم المدرب اللي كان قبل الكابتن طارق. نعم. وبعدين اخوه عمر هاشم موجود دلوقتي ماسك موجود يعني حبيبك جميل. عمر ده حبيبي طبعا. كابتن رؤوف كلمني قال لي بيتك، رؤوف عبد القادر مدير نشاط الرياضي في الوقت ده. نعم. قال لي بيتك يناديك. نعم. قلت له امر كابتن رؤوف. قال لي كابتن علي قدم استقالته ومجلس الاداره كذا. قلت سيبني ساعة بس أفكر. ده ساعة كتير. ساعة أفكر. النقلة ما بين البنات والولاد. الله يرحمه معالي الوزير العمري كان يعني إيه كابتن رؤوف قفل. جميل العمري. لقيته وراه هو بيكلمك أو بيقابلك. دقيقة. دقيقة. قال لي يا كابتن ما فيش حاجة اسمها ساعديني، ده تكليف. نعم. وأنت حضرتك عارف إحنا في النادي الأهلي خلاص أنت مسير. حاضر يا كابتن ما فيش مشاكل والدنيا تمام. يعني الموضوع جه كده. نعم. يا مكالمة تكليف حاضر يلا تمام، ما اقدرش اقول للنادي لا. كنت متوقع النتائج الجيدة اللي حصلت دي خاصة كان جالنا دروب شوية قبلها. والله كابتن احمد انا واثق في شغلي جدا. البنات مش غراب عليا، انا متابعهم بحكم ان انا بتفرج قاعد في النادي على طول. الاضافات اللي انا ضفتها في نهاية السيزون ميرال وكان في اكتر من واحدة معاها، الفرقة كان قوامها كويس جدا مع شغلنا الحمد لله رب العالمين. يعني مش عايز اقول ثقه او لا، في ثقه في الشغل، في ثقه في الولاد. والموسم الاولاني كمان بدون هزيمه يعني انت كسبان بفضل الله كل الماتشات بدون وبسكور حتى الفاينل. فدي ده حاجه ايجابيه لشغلنا، ايجابيه بشكر عليها البنات. مش عايز اقول متوقعه لان احنا كمان اتخدمنا ان الفاينل ما كانش مع سبورتنج. نعم. الفاينل كان مع الجزيرة، عمل مفاجأتين في الكاس وفي الدوري، تخرج سبورتنج من البطولة. نعم. فنوعا ما كان كمان الفاينل ماتشاتنا مع سبورتنج في الباسكت اهلي وزمالك. اهلي وزمالك بالظبط كده 50 50 يعني مره هم يكسبوا مره انت تكسب. هو بيدفع وبيجيب لعيبه كويسه وبيجيب محترفين كويسين بيجيب فبقى الموضوع ايكوال. انما احنا الحمد لله البنات على قد المسؤوليه، واحنا الحمد لله يعني الواحد عنده ثقه في نفسه في شغله. صحيح. هم عمرهم نفسهم
لو اي حد سالهم ان احنا حاسين داخلين جيم قلقانين منه عمرها ما بانت علينا حتى لو الجيم جامد. انا ده طبيعي حتى في شغلي مع البنات انا بغرزه فيهم. المحلل النفسي اللي معاك عامل شغل كويس او المحلل النفسي؟ أنا الجهاز كله انا محتاج اتكلم عنه واحد واحد. قول. يعني أو انا حظي كويس. نعم. الجهاز الفني انت اللي اخترته ولا النادي اللي اختار؟ هو كان موجود مع كابتن علي هاشم. نعم. وانا علاقتي بيهم هرجع اقوله تاني، كابتن طارق مدير فني، كابتن ماجد فوزي مدير فريق، مدير الفريق، كابتن كريم عبد المنعم مدرب عام، كابتن علياء جمال مدرب، كابتن محمد الشرباجي محلل تقني، كابتن نجاح ربيع اداريه، كابتن دكتوره مروه الحسيني طبيبه، دكتوره مي القاضي اخصائيه تاهيل نفسي، دكتوره فاطمه برعي اخصائيه علاج طبيعي، كابتن سعد ابو اليزيد عشماوي مدرب لياقه بدنيه، كابتن ايمان جمال مدلكه. اخدهم كده بالترتيب. يعني نجيب ماجد عشان هو مدير الفريق. رزقي في الجزء البدني معايا حد السنه دي متخصص. كابتن سعد. نعم. راجل محترم جدا. يعني من افضل الناس اللي مسكوا معايا في الجزء البدني. العلاج الطبيعي دكتوره فاطمه البرعي. جينيوس. حياتها كلها طب. الفرقه المصابين، يعني انا على مدار لعبي والمنتخبات وانا مدرب حتى في المنتخبات ما شفتش حد بيشتغل مع لعيبه بال 8 9 10 ساعات في اليوم. فرزق ان يجي لك حد كمان متميز. اكرم الشرباجي فني تحاليل. انا معذبه. يعني الماتش عشان نعمله داونلود ساعتين وعشان اطلع منه الاوفنس والديفنس والسبيشال سيتويشن بتاع كل لعيب بتاخد منه وقت. كابتن خالد العوضي خدمنا في حاجات كتير، منها بقى البوزيشن مدلك. ده ما كانش موجود في السيدات قبل كده. يا نهار ابيض. طبعا. مي القاضي معد نفسي. جميله، ليها دور ايجابي معانا كبير جدا، قريبه دايما من البنات في كل حاجه. نعم. وهم ظالمينها ان هي بتحكي معانا احنا كل التفاصيل، كل حاجات احنا ما بنعرفش عنها تفاصيل. هي تيجي تقول اتعامل مع فلانه ازاي. يعني ده جزء من شغلها. مين تاني معانا ناسين؟ كريم عبد المنعم. علياء جمال. علياء دي ده الجهاز الفني. كريم وعليا دول يعني من اسباب المكسب معانا. لما جزء فني عالي معايا في تعاون بيننا احنا الثلاثه. جميل. مين تاني؟ كابتن نوجا نجاح. كابتن نوجا الاداريه اللي كابتن ماجد معذبها برضو مهمه في الجهاز. الحمد لله جهاز متعاون جدا. كان لازم اشكرهم كلهم يعني. طيب خليني اسالك بقى، ماشيين في دوري المرتبط زي الفل، تصفيات كسبناها وعدينا الحمد لله والشكر لله، داخلين على السوبر. سبورتنج مش كده؟ ان شاء الله. وما ادراك ما سبورتنج. ماتش صعب، لكنه شايفه الماتش جاي بدري ولا احنا الحمد لله عشان لعبنا في الدوري منطقه القاهره، لعبنا في افريقيا، فاحنا بقت جاهزيتنا كويسه، وجميل ان شاء الله ان احنا بدانا بالكاس بتاع التصفيات وان شاء الله نبدا بكاس السوبر. ساعدوا ازاي؟ بتشغلوا ازاي؟ والله احنا بالعكس، يعني ممكن تكون بطوله التصفيات دي جهزتنا اكتر، وبقت احنا حاسين ان احنا لا عادي سهل ان احنا نقدر نكسب يعني ماتش سبورتنج. يعني طبعا شغلنا اللي احنا شغالين عليه تعليمات الجهاز الفني، وحاسه برضو ان ماتش السوبر ده هيبقى يعني حافز نفسي كده حلو قوي لينا قبل ما نروح بطوله افريقيا ان شاء الله في السنغال. حلو. برضو يعني ان سبورتنج هو كان حامل اللقب. نعم. فان احنا نقدر ان شاء الله بطوله حلوه قوي بصراحه. احنا نقدر ان شاء الله نفوز عليه ونروح ان شاء الله نكسب البطوله. فدي سبورتنج مشاركين ولا حاجه بصفتهم حامل لقب ولا مش موجودين يعني؟ هم المفروض بس لغايه دلوقتي ما فيش حاجه رسميه طلعت يعني، فمش عارفين. طيب برضو ارجع اسالك على البطولة، بتجيب بطولة يعني، انت النهارده كسبانة الكاس دي وبعدين ان شاء الله باذن الله اذا ربنا اراد السوبر، ده بيزود الطموحات يا نادين؟ طبعا. احنا في المطار يعني كل التليفونات يلا بطولة افريقيا يلا بطولة يعني افريقيا. عملتوا زي بتاع الكورة. نوصل بس القاهرة اصلا لسه الشنط اصلا لسه يعني. ف يعني دي حاجة برضو بتبقى حلوة لينا. صحيح. يعني ان مجلس الادارة كله بيكلمنا وبيدعمنا وان احنا يلا بطولة افريقيا، وده اقل بطولة دولية بنقبلها وكل الكلام ده. فيعني احنا برضو بناخدها من الحته الكويسه يعني، ان هم عايزيننا طبعا للافضل، وان احنا بنحط النادي الاهلي في مكانته الطبيعيه. وزي ما ميرال قالت صراحه، هو يعني بطوله افريقيا ده حلم ممكن يبقى ليا انا شخصي كبير قوي، ان انا بنت النادي بقى، وكان نفسي ان انا العب بطوله افريقيا مع النادي الاهلي عشان دايما بلعبها مع المنتخب. اول مره تلعب بطوله افريقيا؟ مع النادي. معقوله؟ عشان لما لعبوها بس مره انا كنت ساعتها لسه في امريكا. انت جات لك اصابه برضو فتره؟ لا ما صغيره. خفيفه. بس فما لعبتهاش، كنت بلعبها دايما مع منتخب، بس نفسي العبها مع الاهلي واكسبها ان شاء الله. طيب بقى عندكم صفحات صالات دلوقتي
وبيتكلموا متابعينكم ويتكلموا عايزين لاعبات وعايزين. انا شخصيا بدخل على الصفحات دي عشان اجيب اخبار بمنتهى الامانه ودايما بشيد بيهم، يعني ساعات بيهاجموني انا بيقطعوني يعني مفيش مشكله، بس هم اهم حاجه ان هم بيحبوا النادي جدا جدا جدا، بيعشقوا النادي ودايما محافظين و و و وجماهير كمان دلوقتي يا ميرال. يعني شايف انه مع النقل التلفزيوني ومع التغطيات ومع 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 بقى لكم جماهيريه والصفحات السوشيال بتهتم والجمهور بيهتم، شايف انه السله بنات بقت في حته ثانيه دلوقتي؟ اه طبعا. نعم. ده حتى اصلا كمان الاتحاد بتاع الباسكت بقى بيذيع كل الماتشات بتاعت ده صحيح بتاعت السيدات. نعم. فبقت الناس بتتفرج اكتر على الماتشات، فبقى الموضوع لا بتاع السيدات انتشر جدا. لا يعني مبسوطه من الشعبيه دي، الناس بدات تعرفكم كده. ايوه الناس بدات تتفرج علينا. في الاول ما كانش فيه الحاجات دي، ما كانش فيه حد بيتفرج على باسكت سيدات كتير عشان الماتشات اصلا ما كانتش بتتذاع. فلا دلوقتي الناس بقت حابه تتفرج علينا، حابه تشوف اللي بيحصل. حتى كمان الدوري بقى اقوى دلوقتي من قبل كده. صحيح. فبقى الماتشات احسن، فالناس حابه تتفرج اكتر. احكي لي شويه عن اوضه اللبس، مين الكابتن بتاع الفرقه، الدنيا ماشيه ازاي، علاقتكم ببعضكم عامله ازاي، الخلافات اللي بتحصل بتبقى في ايه، الافراح اللي بتحصل هل بترتبوا احتفال معين ولا لا، احكي لي شويه، الناس عايزه تعرف ده الجوده منكم. لا يعني احنا البطوله بتاعت التصفيات من اول ماتش لعبناه هي دينا جمعتنا وقعدت تتكلم معانا وانها دي بطوله احنا كلنا نفسنا نلعبها فلازم. يعني مين اصحاب الاحتفالات يعني؟ انا حاسه السنه دي دي المحترفه. المحترفه ما خفيفه. لا بتاعتها رطلت عربي ولا مصريه دلوقتي؟ بتتكلم هم دمهم خفيف اللي بيبقى منهم دمهم اسكتي وبتاع والله. تقول لحد مش عاجبها بتقول اسكتي على طول. لذيذه. ايوه جدا. فهي اللي بتعمل دوشه يعني في المكان. بتعملوا احتفالات معينه؟ بتتفقوا على احتفالات معينه ولا بتيجي بالصدفه ولا بتيجي ازاي؟ لا بنتفق يعني، يعني دايما احنا بنستلم الكاس. لا دايما بنبقى متفقين. تجيبوا لنا الاحتفالات كده، شوفوا احتفالات. ما تعرفوش تعملوا مثلا سطلانه زي ما طاهر وعمرو السلية عملوها؟ لا بنعمل. احنا السنه اللي فاتت أيوة. لما كسبنا الدوري شغلنا سطلانه برضو؟ لا شغلنا اللي هي بتاعت باص باص اللي انا كنت بترقص عليها. لا بس هنا واحنا بنستلم الكاس برضو كنا متفقين على رقصه كده. مين كابتن؟ دينا. هنا كله حتى يمين شمال. دينا اصلا قبل الاحتفال ده راحت سالت المحترفه دي نعمل ايه؟ ايه رايكم؟ هي لقيت لها بقى. حلو قوي. ايوه كده سمعونا الصوت كده، سمعونا حسكم. ايوه. بس انتوا اسره واحده يا طارق، يعني احساسي كده الحمد لله الجو الاسري الجميل. انا بحب كده يا كابتن احمد. برضه لو ما فيش علاقه ما بيننا وما بين الفرقه ان في جو اسره قبل الفنيات بيبقى كل واحد لوحده. احنا حظنا كويس برضو هندي نديله حقه في السنغال. قابلنا هناك استاذ ياسر رشاد. صديق خالد برضو العوري في تنزانيا في زنجبار، هو ليه شغل هناك. هو اللي ساعدنا. انا قلت والله قلت ياسر رشاد. ياسر رشاد هو اللي ساعد كابتن خالد على الفندق والاماكن وكان معانا على طول. قلت لخالد والله على زميلنا العزيز ابراهيم عزت، ده كان حارس مرمى معايا في الاهلي 17 و19 سنه زمان، هو مهندس كبير وعظيم وكان حارس مرمى بس هو زهق بدري بدري، وهو عامل مشروع حلو قوي قوي هناك، عامل فندق صغنون كده 8 اوض ولا 9 اوض، وراح بقى هناك وقعد وكده. فقلت لخالد بس طلع المسافه بعيد حوالي ساعتين، فابراهيم كلمته قال لي ما عرفناش نتواصل للاسف. دلوقتي هتغرميه 15 جنيه. ليه هما جابوا الفيديو؟ تصدقي؟ بص شاطرين. شاطرين بصوت عالي. خلاص شاطرين. هتدفعي ولا مش هتدفعي؟ عيوني تسلم عيوني. ورينا يا عم، بس هات لنا على الشاشه الكبيره كده شوف. طب بس هتقولي لي بجد مين اللي كسب؟ ورينا كده. ايوه ها انا كسبت. انت كسبت كده تلاتة ولا ايه؟ عشان ما نحرجش ايهاب بس مش عايز اقول. بس كده لحد دلوقتي انتوا متعادلين ماشي؟ ما هو اللي بيجيب اتنين ورا بعض بقى والتاني ضايع. ما لحد دلوقتي كلكم جايبين ورا بعض؟ لا ما هو ضايع. هو ضايع؟ وضايع وانا ضيعت. انت ضيعتي؟ استنى عشان اشوف. بص مسك الشعر. بره؟ بس هي كسبت كده خلاص. كده كسبت. واحدة كمان لسه. فرق اتنين. دي عادة دي. دي عادة ها؟
صدقوا نادين اللي كسبت. والله برافو عليك يا نادين. بص ايهاب ده حبيبي يعني معشوقي، بس النهارده كهاب على الهوا اهو هجيب منين. نفسك في ايه؟ نفسي اكسب بطولة افريقيا مع النادي الاهلي وارجع يعني بالبطولة كده بفرح الجماهير واعضاء مجلس الادارة كلهم يعني، ونقول لهم ان هم يعني الصراحة كابتن محمود الخطيب في بداية السنة عامل واجب وزيادة كابتن، هو اصلا قعد معانا وساعتها كابتن طارق قال له الفرقة عندها طلب واحد بس ان هم يشاركوا في بطولة افريقيا، وهو ادينا كل الدعم وقتها. فنفسي بس ان شاء الله كده ربنا يقدرنا ونبقى قد الثقة يعني دي ونرجع ونفرح النادي بالبطولة. نفسك في ايه يا مرام؟ نفسي اكسب برضه بطولة. لا غيري الكلام، لا والله نفسي اكسب بطولة. نفسي ونفسي اتجوز، قولي نفسي كاستيلو احسن لعيب في افريقيا، قولي حاجات كتير قولي. هي بتقول امين خلاص. لا بس والله يعني هو نفسي نكسب افريقيا، بطولة افريقيا ايوه والدوري. لا والسوبر. يعني نفسي ان شاء الله السنة دي ناخد البطولات كلها ان شاء الله اللي احنا نلعبها. قادرين؟ لا ان شاء الله يعني ان شاء الله قادرين. انت بقى عايز ايه؟ لا طموحاتي ما بتخلص ما بتخلص. نفسي السيزون يبقى زي اول سيزون، السبع بطولات بدون هزيمه ان شاء الله. السبعه كل الدوري ما شاء الله، ده تارجت انا حاطه للبنات ان شاء الله يعني. نفسي فرقه الولاد تكسب كل حاجه السنه دي ان شاء الله، ومحمد طارق خيري ومؤمن طارق خيري يبقى لهم دور ايجابي في لو ان شاء الله في المكسب. مين اقرب لطارق خيري، محمد ولا مؤمن؟ مؤمن. الصغير اقرب من الاثنين. والله وفي الثالث كمان احسن من الاثنين. بسم الله ما شاء الله. عنده كام سنه؟ تحت 14 ما شاء الله ان شاء الله يعني. دي لسبب واحد والله، دعم مجلس الاداره ونشاط رياضي. الناس ما بيبخلوش علينا بحاجه بصراحه، كابتن الخطيب والمجلس عاملين شغل رائع يعني. احنا زي ما ميرال قالت، بطوله افريقيا دي في التكريم اللي عمله كابتن محمود اكنه اجتماع مجلس اداره فعلا، هتشاركوا في بطوله افريقيا، خدوا اجتماع يعني ايه في التكريم بقى كانه اجتماع مجلس اداره. حلو قوي. تمام هتشاركوا. طموحاتنا كده وجمهور النادي الاهلي يعني دايما طول ما احنا بنكسب وهم بيبقوا فرحانين احنا بنبقى سعداء. ده صحيح. نورتني وشرفتني. احنا اللي سعداء. مبروك. احنا البطوله من 6 ل 15 ان شاء الله. ان شاء الله يوم 16 تكونوا عندنا هنا باذن الله. ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. يجي لكم هيثم السعيد تاني ومصطفى ان شاء الله. جميل. انا بحب هيثم. وانا بحبه. لانه بني ادم جميل. وانت حاجه جميله يا طروة حبيبي يا كابتن احمد، صديقي خلي بالك جدا، بحبك على مستوى الشخصي زمن الزمن. ربنا يديك المحبه يا رب ودايما ابارك لك. الف مليون مبروك. الله يبارك فيك يا كابتن، الف شكر. مدين نورتينا وشرفتنا. شكرا من حضرتك. ثانك يو فيري ماتش. ثانك يو. باي سي اجين. مرال شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك، نورتينا وشرفتينا. من حضرتك بالتوفيق دايما ان شاء الله يا رب كده. تمام وزي الفل و100 فل 14. يلا بينا بقى. السلام عليكم.